ومنهم من قال لا رجولة فيه، ومنهم من قال غبي، ومنهم من قال متخلف. لم يجعلوا كلمة إلا قالوها عن هذا الدكتور في الجامعة. دخل أحد الطلاب لمكتب هذا الدكتور فرأى صورة لطفلة صغيرة وبيدها ساعة باربي، نفس الساعة التي يلبسها هذا الدكتور. نعم، هذا الدكتور فقد ابنته ولم يبقى له من ابنته إلا هذه الساعة ذكرى له منها. كلماتنا موجعة مؤلمة قاتلة ونحن لا نشعر. مراهق في القاهرة يرى رجلا مسنا فقد عينه، فيقول المراهق لهذا الرجل، يقول له أنت يا أعور، فقال له هذا الرجل المسن يا بني أنا فقدت عيني في الحرب حتى ترى عينك هذا الوطن. ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أن طالبا جامعيا قام بالانتحار لأن أستاذ الجامعة قال له أمام الطلاب والطالبات أنت تتكلم أم تضرب طبلا. قال الدكتور استهزاء بهذا الطالب لأن الطالب كان عيبه يتلعثم بالكلام. انتحر الطالب بعدما استهزئ به أمام الطلاب والطالبات. بعد التحقيق تبين أن هذا الطالب تعرض لحادث برفقة أبيه وأمه وكان هو الناجي الوحيد، ورأى أباه وأمه وهم يحترقان داخل السيارة ففقد السيطرة على الكلام، ثم يأتي دكتور يستهزئ به، فكانت النتيجة أن قتل نفسه. امرأة في القاهرة تمسك لعبة وتدور بالشارع بشعرها المكشوف وملابسها المتسخة والصبيان خلفها يهتفون مجنونة مجنونة، لا يعلمون أن هذه اللعبة الوحيدة التي تركها ابنها الوحيد بعدما مات عنها. ما أقبح الكلمات تأكل من قلوب إخواننا ونحن لا ندري. انتبه لكلماتك، لا تقتل أحدا بسيف لسانك، إن موت القلب أشد من موت الأجساد. احذر أن تستهزئ بمكلوم، فإن البلايا تأكل العقول قبل الأجساد. الآن انظر لنبي الرحمة،